وهذا الغسول اللي قالوا لي عنه فطوم وايد روعة وايد فادنا، هذا سويته قبل. هذا غسولي المفضل أنا، حليب مبخر وأحط فيه البان، شوفوا هذا للبان، ها أنقع الحليب ويا للبان تقريبا يوم كامل، عقب أغسل فيه ويهي، روعة. بجربه على إيدي، هذا أنا منقعتنا الحين، بجربه على إيدي وشوفوا كيف، شوفوا يلزق. إحنا هاي المادة الصبغ اللي في البان كامل تطلع في الحليب، غير إن فوائد الحليب اللي مبخر له وايد فوائد، ادخلوا على الجوجل، غير إن البان الذكر الصمغ ماله كله ينزل، وما تنقعونه كامل ينزل في الحليب، فوائد الصمغ الذكر فظيع حق البشرة، يشل الحبوب، يشل التصبغات، انتوا عارفين شو فوائد، يعني ما